إذا نتابع معكم مشاهدينا أداء الأسواق العالمية مع ضيفتنا نادية البلاسي محلة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا نادية. كنا نتحدث عن اليورو الذي وصل لأعلى مستوى للتعادل أمام الدولار الأمريكي، يعني فوق مستويات الباريتي رغم التضخم المرتفع الذي وصل إلى 10.1% في أوروبا وأزمة الطاقة التي ضغطت أيضا على منطقة اليورو. برأيك نادية، ما هي أسباب هذه الحركة الإيجابية وما هي توقعاتك القادمة؟ مرحبا رولا. نعم، في عوامل كثيرة تدعم اليورو. أول شيء هو السياسة النقدية المتشددة من قبل المركزي الأوروبي، وثاني شيء هو البيانات الاقتصادية خصوصا الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا الذي جاء أكثر من المتوقع وأفضل من المتوقع، لذلك نشهد اليورو عند مستويات 1.06 وممكن أن يخترق 1.07 وأيضا في العام المقبل 1.08، أيضا مدعوم من الضغوطات على الدولار، لأن يعني نشهد الدولار الآن في اتجاه هبوطي ويعني مضغوط من عوامل كثيرة أيضا مثل البيانات الاقتصادية والتشديد أو تخفيف السياسة النقدية من قبل الفيدرالي. ويعني اليورو أيضا مدعوم من أن الأزمة الاقتصادية، أزمة الطاقة لم تكن يعني أسوأ مرحلة خلاص عدناها. يعني ممكن أن نشهد يعني اليورو في اتجاه إيجابي في نهاية تعاملات هذه السنة وبداية من السنة الجديدة. نعم، نذهب إلى الين الياباني الذي قدم أداء إيجابي الأسبوع الماضي أمام الدولار الأمريكي بنسبة أكثر من 2%، وصل لأعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضي. يعني إحنا بنتحدث عن مستويات 150 مقابل الدولار، لكن عاد ليتراجع بشكل طفيف منذ بداية تعاملات الأسبوع. برأيك هل سيعود ليتراجع من جديد؟ ما هي توقعاتك قبل نهاية هذا العام للين؟ يعني الين مقابل الدولار يعني يشهد التذبذبات لأنه كان مدعوما نوعا ما من السياسة المركزي الياباني التي يعني تعتبر يعني من التيسير الكمي، الذي على عكس من البنوك المركزية في دول العالم، يعني البنك المركزي الياباني كان يأخذ سياسة نقدية ultra easing policy يعني غير متشددة للغاية، لكن في آخر تصريحات لبنك اليابان كان نوعا ما أكثر تشددا، لذلك شهدنا تذبذبات على الين الياباني. ويعني لأننا نتوقع ركود اقتصادي في العام المقبل، سنشهد يعني إقبال على الملاذات الآمنة خصوصا الين الذهب، وأيضا مع توقعاتنا للضغوطات على الدولار سنشهد الين في ارتفاعات مقابل الدولار الأمريكي. نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشار الفيدرال الأمريكي في اجتماعه الشهر الحالي إلى احتمالية أن تصل أسعار الفائدة في آخر رفع لها إلى 5.1%. أوضح أيضا بعض الاقتصاديين أنه أسعار الفائدة قد تتجاوز هذه المستويات التي وعد الفيدرالي أنه سيتوقف عندها. إلى أي مدى تتفقين مع هذه التوقعات؟ نعم رولا، يعني نتوقع أن الفيدرالي سيخفف من تشديد وتيرة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، ممكن أن توصل إلى درجة أو نسبة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس يعني، ولكن تقوم الأسواق بتسعير هذا الشيء، فيعني ستقوم الأسواق بتسعير هذا الشيء، وعلى يعني على عكس من الأسواق المالية أو أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية شهدوا يعني ضغوطات كثيرة جدا هذا العام، لكن يعني وتيرة السياسة النقدية من قبل الفيدرالي هي التي دعمت الدولار الأمريكي، ولكن سنشهد تغييرات في السياسة النقدية في العام المقبل، وسنشهد كمان يعني تغييرات في مسار الدولار ومسار الأسهم الأمريكية. ويعني نتوقع أو يعني نعرف ونتوقع من تصريحات باول أنهم سيخففوا من وتيرة أسعار الفائدة. يعني أي وتيرة سيستخدمها نعرف أن هذا السقف
النهائي لأسعار معدلات الفائدة اللي هو 5.1% أو أكثر من ذلك، سيكون له تأثير كبير على الأسواق بشكل عام. نعم، أنا أشكرك نادية البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب. شكرا لك.